خرج نهار 2 نوفمبر، خرج نهار 2 نوفمبر ما لقيتش فيه ريحه، قعدت نلوج عليه، شلت عليه سمير العيال، سمير بن ناجي، بن ناجي العيال، سلت عليه المنطقه نتاع الشرطه، قالوا لي راهو خرج للجزائر، قعدت نلوج ما حتى واحد ما جاب لي خبر عليه. لهذه الساعة مشيت من جيت هنا للإذاعة، بعثت فاكس للحنا بعد حتى واحد ما بيرجع لي، مشيت للبوسطة سألتهم قلت لهم أعطوني باش كيفاش الفلوس هذه تاعو تجبدت، حتى واحد ما بيعطيني. هذه الساعة ما نجري ونلوج على ولدي، ما فهمش ريحة، ما نعرفش عليه، لا مقدون لا حي لا حتى واحد ما بيعطيني صبي، وأنا نطول هذه الساعة بشوية على ولدي نلوج عليه، لا ندري عليه لا ميت لا حي، فهمتي؟ أنا تو قاعدة نجري ونلوج على ولدي. مديش على ولدي وي شو اسمه سمير العياري بن ناجي بن محمد بن ناجي العياري. وين هو يسكن؟ في الكيف. كمل قرايته وين؟ كمل ما كملهاش القراية، هو يقرأ هنا في صفاقس آخر عام، قرب يكمل خرج للخارج، مالا خرج للخارج ما لقيتش لا أوراق لا حتى شيء، هز روحه ورجع من غادي كيف ما قعد لهنا، قعد لا خدمة لا قدمة، خممت عليه ليه شوية قلت له برا مشي يخدم على روح وكل شيء، تغاشش قبل العيد وهز روح وخرج الطاولة هذه الساعة ونحن نلوج على ودي اليوم 5 شهور في الشهر هذا ما فهمش ليه. كلمنا بالواحد أصحابه، أصحابه عنده شي أصحابه اتصلتوش بأصحابه، عنده أصحابه كل سنت من اللي هذا يقولك ما عنديش عليه معلومة، اللي هذا يقولك ما عنديش عليه حتى معلومة، بنتي أنا سمعنا به مرة يقول راني مش نخرج لليبيا، ما هو ما هوش في ليبيا، هو باش يخدم ليبيا أنا أعرف عليه أنا باش يخدم ولا يلوج على خدمة ولا ما الله أعلم عليه شنو اللي صار لي، ما نعرفش على ولدي، خطفوه هزوه الله أعلم شنو اللي صار لولدي. من هذه الساعة كلمنا كلم ولد خويا نهار 15 ديسمبر كلمتين، قال لي فين صلي فين صلي فين صلي، قال له فين طويلة سمير، قال له راني في ليبيا، قلت له اعطيني الرقم نشوفها في الرقم هذا نلقاه في الجزائر، الجزائر نكلم يقولوا لي راهو ولدك، يقولوا لي راهو خلي مساج وكهو في التليفون، هذا في التليفون اي يقولوا لي خلي مساج هكا اللمده اسمها تسجل هذه، يقولوا لي خلي كان مساج هكا هو هكا اللي تم، والفلوس مشيت للبوسطه معناها سلتم حتى واحد ما يعطيني، يقول لي على الفلوس بتاع البوسطه المنحة، المنحة تحكي على المنحة انت، المنحة ياخذ في 200 دينار ياخذ في 200 دينار اي، وصلت في شهر جامي سرت نلقاهم 400 دينار توا في مشيت للبوسطة سهل قالوا لي مازلت 175 دينار برك، يعني نقصوا نقصوا ندرى شكون الله اعلم شكون جبد الفلوس الله اعلم، لا ندري هو ولدي يدخل يجبد، لا ندري شكون فاكله معناها الكونت نتاعو فاكر لي اوراقه قاعدين يجبدوا له في فلوسه الله اعلم، أنا مشوية على ولدي، ولدي ما يصبرش عليا معناها خرج لفرنسا ما يقعدش حتى الجمعة ويكلمني، المرة هذه ما فماش ريحة، قول لي أنا نستنى في التليفون ينوز ونقول ولدي راه غاديا ويكلمني، أنا من عجالة معناها ما بنجري عليها، ما نخدم عليها في الديار، نخدم عليها في الوقت مش وصلت وقريته في الجامعة هذا. تشويت على ودي ما عرفش شكون غرق بي، ما عرفش شكون هزولي، ما عرفش خطفوا لي ودي الله اعلم شنو اللي صار فيه. عندي كان زوج وليدات هذاك هم اللي عندي نشوف لهم كل ربي سبحانه وتعالى، نجري وياهم انا جيت ما غادي من كيف باش نخدم لاني عليهم باش نعيشهم باش نقريهم باش نكبرهم، ما عندي حد يا ربي سبحانه وتعالى نعاون فيها حتى واحد عليهم، والله لا غير ولاد الحلال تعاون فيا مش وصلت ولدي قريته معناها حتى وصل للجامعه وكل شيء. بو متوفي متوفي الله يرحمه، بو تعيش بو متوفي، انا اللي نخدم على وليداتي ما عندي حد كان ربي سبحانه، هاكم هم المكسوب هذاك هم اللي تعبان نجري عليهم حياتي كامله حتى كان على خاطرهم يفرحك الله يسترك ان شاء الله، شوف لي على وليدي ما يفرحك، أنا مريضة على خاطر ولدي مش نموت والله.